لأنه الله سيحبك، سيكرمك، سيرزقك، سيرحمك. لأنه الله سيكفيك، سيساندك، سيستجيب لك، سيشفيك، سيعطيك، سيفرحك وسينجيك. لأنه الله سيتقبلك لو طرقت بابه سائلا عفوه ولطفه ومغفرته ورضاه ورحمته. لأنه الله سيكون معك يوم لا ينفعك سواه، ومن كان الله معه فما عليه. عندما تكون وحيدا انتبه لأفكارك، وعندما تكون بين الناس انتبه للسانك وتصرفاتك، عندما تكون غاضبا انتبه لانفعالاتك وكلماتك، وعندما تكون عاشقا أو محبا انتبه لوعودك والتزاماتك، عندما ينعم الله عليك من خيره انتبه لغرورك ولا ترفع عن الأرض أقدامك، وعندما تكون في ضيق اطرق باب من لا يردك مهما كان طلبك، اطرق باب من لا تشعر بالذل وأنت على بابه، اطرق باب ربك فهو حسبك وسندك يوم يختفي من المشهد كل من ادعوا أنهم أصدقاؤك وأحبابك. هي عبارة قلتها سابقا ومرت مرور الكرام، لكني أجد أننا يجب أن نتوقف عند هالأيام تحديدا. هناك نعم صامتة في حياتنا، نعم، نعم تعودنا عليها حتى صرنا نعتقد أنها من البديهيات، مثل أنك تكون بخير، آمن، ما عندك قلق، مش خايف من بكرة، مش خايف من الناس، مش خايف أنك تنام مرتاح البال، تسافر وتصيف، تطلع تفوت تزور أقاربك أصحابك، تضم حبايبك وعيلتك، تضم أولادك بدون ما تخاف تنقل لهم مرض أو تعديهم بدون أصل. نعم ما كنا مقدرينها وهلأ عم نفقدها، لكن بإذن الله رح ترجع. بس تذكروا لما ترجع إنكم تقدروها أكثر وتستمتعوا فيها أكثر، والأهم تشكروا الله عليها، لأنه بالشكر تدوم النعم. علموا أولادكم وعلموا أنفسكم أيضا أن الأشياء بقيمتها وأهميتها وليس بثمنها. علموهم أن الصحة أهم من المال، وأن المال مهم ولكنه وسيلة لغاية وهي العيش الكريم ولكنه ليس منتهى الحياة. علموهم وتعلموا أن المال يمكن أن يشتري المرافقين والمنافقين ولكن ليس الأصدقاء المخلصين. يمكن أن يشتري قصرا ولكن ليس بيتا. يمكن أن يشتري قطعة أرض وجنسية ولكن لا يمكن أن يشتري وطنا. يمكن أن يشتري ذهبا ولكن ليس حبيبا. علموا أولادكم وعلموا أنفسكم أن تبحثوا عن القيمة وليس عن الثمن. علموهم وتعلموا أن المال هو أدنى درجات الرزق، وأنه فقير جداً من لا يملك غير المال ليتباهى به.